أول شيء الإعداد كان يقول لي إنه كنت موجود عندهم. إيه. وأنا الظاهر ناديت اسمك عشان تجي الفقرة. إيش المشكلة؟ البطاريات. ما فضت إلا وقت الفقرة يعني. والله هذا الحظ. طيب. يعني أتمنى يا عايض أنت وباقي المتسابقين تحترمون الفقرة. والله محترمينهم قدرينهم. أدري. بس إنه خلك حريص إنه دائما. أول ما أقول الاسم أنت أو أي متسابق ثاني يكون موجود على طول. موجودين إن شاء الله على طول. يا مرحبا فيك. وجيلك دوم الوجود يا أبو كاتب. أول شيء قبل لا نبدأ الفقرة ونبدأ نسأل الأسئلة. عايض حاب تكمل الفقرة معنا؟ أو أنك حاب تنسحب من الفقرة؟ القرار لك والجمهور مستمع ومتابع. تفضل يا عايض. أنا أقول اسلم كمل الفقرة. تكمل الفقرة؟ طيب. هذا قرارك اللي تشوفه أنت. تمام. قبل لا نطرح بعض المحاور أو بعض الأسئلة الموجودة عندي، أول شيء